سلام سلام، مساء الخير عليكم. مرحبا بكم عند المطبخ الجزائري 31. ان شاء الله كاع تكونوا غايه الشيرات. مرحبا بكم في فيديو شباب بزاف وساهل ماهل بربعه مكونات. غادي نديروا كيكه عيد ميلاد على البنوتات رائعه على شكل باربي. شوفوا حاجه شابه كلاس راقيه اقتصاديه وبزاف بنينه وخفيفه. تعرفوا شحال جات خفيفه وشحال جات هذيك لا جينواز اللي طيبناها. شوفوا شابه بزاف، مام الشكل تاعها راه يعبر عليها. اللي عندها بنت وراهي باغيه دير لها انيفيرسير ولا دير لها حفله ولا غير تشوف هذا الفيديو باسكو ساهل. قلت لكم غير 4 مكونات وانتي فريتيها. انا درتها في يا ربي ساعتين ولا كنت مكمله معاها. المهم حبيباتي نبدو على بركه الله. عندي 4 حبات بيض يكونوا على حراره المطبخ. بصح البيض غادي تسيباري الابيض والاصفر. ديري 4 بياض بيض وحدهم في الريسيبيون وخلي الصفار من بعد نسحقوه. هنا وزنت لكم بالميزان وبالملعقه. بالميزان عندي 140 غرام سكر، وبالملعقه عندك 7 مغارف كبار. شوفي درت لك حتى بالمغرف باش اللي ما عندهاش الميزان تقد دير لبنتها هاد لاطاخت. ديري 4 بياض بيض مع 7 مغارف كبار السكر اللي هي 140 غرام. ضربي كل شيء بالباتور حتى تتحصلي على خليط فاتح كيما هذا. شوفي شحال ضعف الحجم تاع البياض البيض مع السكر ولا لي بيض ناصع. دروك غادي تجيبي هذاك الصفار اللي كنتي سيباريتيه من الاول 4 وتبدي تحطي بالحبه. حطي الصفار الاولى وضربي غايه، كي تشوفيها دخلت غايه عاده زيدي الزوجه، تدخل غايه زيدي الثالثه، تدخل غايه زيدي كملي الرابعه. هذه هي، هذه باش تجيك جينواز خفيفه بزاف خير من تاع برا بلا محسن بلا والو. حد الان رانا دايرين 2 مكونات، قلت لكم 4 مكونات في هذه الوصفه. هنا يطلع لي الخليط هكا. دروك نحتاجو الفرينه. دروك ما تسحقيش الباتور، ما تخدميش به الفرينه سينو تطيح لك. غادي ديري 140 غرام فرينه، يعني 140 غرام سكر 140 غرام فرينه 4 بيض. صاي هنايا بالملعقه 7 مغارف كبار فرينه. شوفوا المغرف كيفاش معمره، 7 مغارف. ديري الاولى 3 مغارف وضروري جدا تغربلي، الا ما غربلتيش غادي دير لك كريات. وجيبي غير سباتول ولا مغرف وتبدي تدخلي من تحت للفوق هكا. هنا اتونسيون طيحي لاباري تاعك، ضروريه هاد الخطوه. شوفي غير من تحت للفوق هذيك الفرينه حاولي تدخليها. درت 3 مغارف الاولى وزدت 4 الزوجه، يعني 7 مغارف كبار فرينه. دوك ما عندك وين تروحي هاك ولا هاك، ولا تقولي لي ما عنديش ميزان، ولا تقولي لي صاي. المهم غربليها غايه، ما ديري لا فرفاره لا والو. شي من بعد في التعاليق تقولوا لي وراها خميره الحلوه، ما كانش خميره الحلوه، غير البيض غادي يطلع لنا كل شيء. شوفي راني ندخل من تحت للفوق غير بشويه عليها هكا حتى الخليط تاعي شوفوا القوام تاعه كيفاش لازم يكون هكا. دروك نجيب البلا تاعي اللي غادي نطيب فيه لا جينواز. البلا فرشوه بورق الطبخ، وضروري تتفرش بورق الطبخ. الا ما عندكش ورق الطبخ تقدي ديري غير اوراق الرسم وتدهنيهم مليح بالزبده. انا عطيتكم هذه التدبيره في فيديوهات سابقه. هنايا هذا البلا عندك 30 على 40 سنتيم، بصح انت غادي تحطي على حساب البابي كويسون تاعك. شوفي نحطوا كل شيء وحاولي توصليه كاع القنوطه هكا الاطراف تاع البلا غير بشويه، ومشي هذيك العجينه ولا داك الخليط تاعك. ضربي غايه، دخليه الفور الساخن، تشعلي عليه من تحت. كي تشوفيه طاب من تحت خرجيه، اطرافي حمارو خرجي الجينواز تاعك. ما غاديش تدي لك وقت كبير، يا ربي 7 دقائق ولا طيب. حنا في هذا الوقت نوجدوا الكريمه. كريمه هي كاس غبره شونتيي مع كاس ما بارد. غبره الشونتيي هذه الكاس هذا يرفد 250 مللتر، وباش نجي معكم صريحه شريت 15 ميل، يعني 150 دينار شونتيي غبره. شوفوني نعطيكم بالتفصيل. 15 ميل تاع شونتيي يعني كاس تاع 250 مللتر مع كاس ما كيف كيف، نفس الكاس نفس الكاس. طلعيهم بالباتور تطلع لك كريمه. صافي انا داري 4 مكونات، فرينه بيض سكر شونتيي والماء باينه بلي عندك في الدار. هنا لا جينواز طابت، شوفوا كي طابت لي غايه. هنا راهي عاده دافيه خاصنا نخلوها تبرد مليح باش نخدموها. شوفوا هنا بغيت نوريلكم كيفاش طلعت غايه ومليحه. هادي ديروا بها الرولي، ديروا بها هذاك البسكوي رولي، ديروا بها كاع انواع لي طاخت لي شغل لي شغلوت، كل شيء يجي بها شباب حتى التحليات. وسهله كما شفتوا، وراني عطيتكم ديجا كيكه تاع عيد ميلاد غير بزوج بيضات وتاني جات طالعه وشابه، يعني ني دارت لكم وصفه تاع لي طاخت يهبلوا.
هنا غادي باش نخدمو لا فورم تاع الباربي، تاع لا روب تاع الباربي، هنا نحتاجو ريسيبيون ولا بول كبير. انا درت هذا اللي كان عندي كشغل صغير او ميم طون يجي هذاك هو. غادي تفرشوا هذيك الغرفيه ولا اللي ديروها، فرشوها كاع بالبابي فيلم باش ما تلصقلكش من بعد لا طاخت الداخل بالبابي فيلم. غادي يساعدك بزاف هذاك البابي باش ما تلصقلكش لا طاخت تاعك وتعذبك وتتهرس لك من بعد. هنايا قلعت هذيك لا جينواز من البابي كويسون، وشوفوا غادي نحط طبقه من الجينواز. حطي طبقه كاع غلفي، غطي كاع هذيك الريسيبيون تاعك، البول ولا الغرفيه اللي درتيها. المهم نحتاجو شكل غرفيه باش كي نقلبوها من بعد كيما شفتوا في بدايه الفيديو تجي الباربي واقفه ولا غوب تاعها هاودا من نومن. يعني شوفوا طارطه شابه ديروها لبناتكم ولا حفله تاع بنت ولا عيد ميلاد ولا غادي تفرحها بزاف. انا بنتي فرحت بها درجه بزاف كبيره مالغري سامبل. من بعد شوفوا كي فرشت كاع هذيك الطبقه تاع الجينواز في الاطراف تاع البول، غادي نشمخها بالحليب. هنا ما نشمخهاش بالسيرو باش ما تجينيش حلوه فوق اللازم، راه مخدومه بالسكر. شمختها بالحليب ما فيه والو، وشمخيها مليح قطرش عليه لي طاخت. قد ما تشمخيهم قد ما يجوا شابين. هنا من بعد درت مغرف كبيره تاع الشونتيي باش نشد بها هذيك الجينواز، نشدها وما تطيحلي. شوفوا شديت كاع، ومن بعد نحط كميه من الشونتيي في الوسط هكا طبقه. دوك غادي نبداو نديرو طبقات كيما نخدمو لي طاخت. طبقه تاع شونتيي، من بعد هنا تبدي تعمري كيما تبغي. تبغي ديري الشوكولا، تبغي ديري الكراميل، تبغي ديري السوبر كريم، تبغي ديري المكسرات. انا درت الفاكهه، درت طبقه فيها البانان، حبه بانان قطعتها هكا في الوسط. اللي بغيتي ديري، تبغي حتى ما ديري والو. هنا درت في طبقه تاع البانان فيها فوقها شويه تاع شونتيي باش تشد لي لا جينواز الزوجه. من بعد ندير طبقه ثاني من الجينواز نغطيها كاع هكا باش تجي معمره الداخل. من بعد كي نقلبوها دوك تشوفوا مع التالي كيفاش كانت الداخل طبقات شابه. درت طبقه تاع جينواز عاود شمختها. غادي كل ما ديري بسكويت شمخيه، لازم تسقيه بالحليب باش يجي قلت لك مشرب واسفنجي. من بعد غادي ندير طبقه ثاني من لاكريم شونتيي. قلت لكم هذيك 15 ميل شونتيي كفاتني حتى للتزيين الاخير، قاعده بقات لي شويه في لابوش. مسحي طبقه هكا من لاشونتيي. من بعد غادي نزيد حبه تاع النجاس بعويده، حبه بعويده درتها. قلت لكم درت طبقه بانانا وطبقه بعويده. تي تنجمي ديري مكسرات ولا شوكولاته تطلي ولا كراميل، شوفي اللي تبغي ديريها الداخل ديريها. من بعد اللي درت هكا غادي دروك الجينواز اللي بقات لي نفرشها كاع من الفوق، نغطي كاع هذاك البول تاعي نغطيه. هذه الطبقه الاخيره، شوفوا حتى الجينواز كفاتني. شوفوا نحاول نغطيها كاع، هذه صاي هذه الطبقه التحتانيه اللي تجي من تحت. وشمخيها ثاني غايه بالحليب، غير شمخوا قد ما تسقوها قد ما تجيكم شابه وخفيفه. من بعد نجيب بابي فيلم ونغطي هذاك الغيسيبيون، زيروا عليه غايه. علاش؟ باش لاكريم مع الجينواز مع الفروي كل شيء يتزير مع بعضها. شوفوا غادي نزيرها مليح مليح بالبابي، وهنا غادي تدخليها فريجيدر. انا قلت لكم كنت مقلقه دخلتها كونجيلاتور باش تقدر روحها غايه. ديريها في الكونجيلاتور لو كنتي مزروبه، ولا كنتي باغيه حتى الغدوه تقدي تخليها ربع سوايع حتى 6 سوايع في الفريجيدر باش لا شونتي تتماسك مليح مليح. شوفوا هذه هي. من بعد هنا شيرات بقات لي لا كريم شونتي بقات لي في البول تاعي. هذه اللي بقات غادي نزين بها لا غوب تاع الباربي، سيتادير ما غاديش نخليها بيضه. تبغي تخليها بيضه، تبغي ديري اي لون بنتك تختاره. انا بنتي اختارت اللون الغوز، جبت كولورون حمر هذا تاع غير هذا تاع الساشي هذا رخيص، درت شويه وبديت نزيد غير بشويه نحوس على درجه اللون تاع الغوز اللي راني باغيتها. ما بغيتش هذيك الدرجه الفاقعه تاع الغوز بونبون، درت غوز كلير. شوفوا يجي شباب ويجي كلاس وراقي. وراكم عارفين باربي راها طوندونس بزاف هذا الوقت، راه دايره حاله صافي ديريها لبناتك غادي تعجبهم. المهم هنا خرجتها من الكونجيلاتور خليتها ساعتين، جبتها دوك راها متماسكه باسكو راكم عارفين راه الحمان بزاف، راها متماسكه شاده روحها على ما غادي ما تغبنيش كاع في التزيين. ولا كنتي دايرتها فريجيدار ثاني غير خليها تريح. هنا قلبتها، انا ما كاش عندي هذاك التحتاني مدور، درت هذاك تاع القلب اللي كان عندي في الدار في الحق، وقلبت هذيك الغيسيبيون. بعد غادي تحلو هذاك البابي فيلم، غادي تحلوه كاع في الاطراف اللي كنتو دايرينه، خاطر الاول قلعناه هذاك اللي كنا دايرينه في الاطراف. حلي هكا وقلعي، شوفي فاسيلمون بسهوله كلشي ينقلع. لو
وكان ما درناش داك بابي فين بوتيتغ تلصق لنا وتتقرض تتهرس. شوفوا الشكل تاعها بيضاوي كشغل كلبه ولا هكا. هنا جبت هذيك لا كريم شونتيي اللي كنت خليت درتها غوز، درتها في لابوش باش تساعدني، وغادي نغطي كاع هذيك الكيكه تاعي بلا كريم الغوز. شوفوا مالغري انا ما عنديش الماتيريال تاع لي طارت، انا نخدم لي طارت في داري بصح ما عنديش ماتيريال بروفيسيونيل. واحد يقول صح غير بسباتول غير بحاجه تاع والو. شوفوا هنا شادر قطعت من الكرتونات البابي فيلم وبديت نليسي، باسكو علاش عندي هذيك اللي تليسي ما لقيتهاش فريمون، حوست عليها من قبيله وانا نحوس ما عرفتش بناتي كاع ونحطوها، باسكو في البدايه جبتها وراحوا يلعبوا. المهم هنا ليسيت غايه هذيك الكيكه. من بعد جبت باغبي تاع بنتي، شوفوا غسلتها غايه هاد الباغبي وغطيتها كاع بالبابي فيلم باش نيفيتي كاع ميكروب ولا حاجه. غطيتها كاع بابي فيلم، لميت لها كاع داك شعرها حتى من بعد تالي في وقت التقديم نطلق لها شعرها. وهنايا شوفوا على صدرها وكاع درت لها لا كريم شونتيي، غسلوها غايه وغطوها بالبابي فيلم، البلاصه اللي غادي تدخل في الكيك كاع غطوها بالبابي باش تتفادوا. هنا درت لها هكا طبقه تاع الشونتيي. من بعد جبت هاد الحبيبات الشوكولا ملونين، هادو ولا الشوربه ملونه مش عارفه كي يقولوا لها، وغطيت لها كاع هذيك لا شونتيي بهادو. تنجمي ديري ورد ولا ديري بلا باتاس سوكر ولا كيما بغيتي. قلت لكم انا ندير بالصوالح في الدار. هنا درت ثقبه بالخدمي هكا في الوسط تاع هذيك تاع الكيكه باش تجيني على شكل غوب. وهنا جبت هذيك الباغبي ودخلتها كاع في الوسط هنايا هاك. شوفوا دخلتها وقفت، شوفوا فريمون جات شابه مالغري بالك ماشي تبان مليحه بصح والله الا جات شابه. هنا كاش تشققات ولا بديت تسقط فيهم بلا سباتولا هكا بلا كريم. شوفوا كشغل جات لابسه من الفوق هكا كولوري، وهذيك لا روب غوز هاني قلت لكم لمت لها شعرها حتى الوقت التقديم مش ميهود ليش. بعد النقي كاع نمسح هذوك الزوائد، وهنا جبت ناكري دوري ليكيد وبديت نرشها على لاغوب هكا باش تبان كي شغل لاغوب فيها الدوري لي روفلي. بديت نرش عليها هكا رشيت كاع هذاك الدوري. وهنا تبغيت تفني كيما تبغي تفني، هنا كانوا عندي وردات هكا تاع التزيين زينت لاغوب على جهه، تفني كيما بغيتي لبنيتك. هنايا الشمعه درت لها الحرف تاعها ا، درتها من على جهه حدا لاغوب، قلت حتى كي نبغوا نشعلوا الشمعه نديرها لها من الفوق باش ما نخسرش لا فورم تاع الباربي. حطيت على جهه. وعندي هذا النيميرو 4 باسكو دارت 4 سنين الله يبارك. هذا النيميرو 4 درتها كشغل الباربي رافداته، فهمتيني؟ شوفي درتها هكا ودرت يدها من هيك شغل راهي رافده هذاك النيميرو متكيه عليه. هاني غير بشويه خايفه نخسرها تالمو بنتي هي واقفه عليا وراها خايفه عليها. المهم هكا وانتم تفنوا كيما بغيتوا الشيرات. انا غادي نخليها تبرد مليح مليح حتى الوقت تاع لانيفيرسير، نديرها في الفريجيدار باش تشد روحها اكثر واكثر. هنا بعد ما شدت روحها غايه وجات شابه، شوفوا زدت غير واحد لي غوزاس، كانت فكره تاع بنتي ما بغيتش نقلعها لها الفكره، قالت لي حنبوك زيدي لي هادو زدتهم. وهنا قطعناها والحمد لله فاتت غايه وجات شابه وكاع لي شافوها في التصاور عجبتهم. شوفوا من الداخل الطبقات كي باينين خفيفه مشربه كيما يبغي الخاطر. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. ما تنسوش دعاء البنتي بالشفاء العاجل، راكم عارفين سيتياسيون، دعوا لها ربي يشفيها والعام الجاي يكون خير من هذا ان شاء الله، تكون بصحتها وصحه جيده. استودعكم الله الذي لا تضل ودائعه. سلام.